صباح الفل، اتفضلي. لا من غير أعاد، أنا كنت جاي أسألك سؤال. خير؟ أنت إيه اللي وداك السباق امبارح؟ عادي يا عشري، رحت أتفرج عادي. رحت أتفرج ولا رحت أتأكد إن أنا مش موجودة هناك؟ مش بالظبط كده يا قش، بس يعني عارف جنانك وحركاتك، بس يعني مش يعني انت مش بتثق فيا ولا بتثق في اي كلمه بقولها، مش كده؟ لا طبعا بثق فيك، ازاي بتقولي كده؟ طب ما فكرتش مثلا ان انا لو كنت هناك وطلعت بكدب عليك كنت هتعمل ايه؟ كنت هتيجي تزعلي قدام الناس ولا هتيجي تهزقني ولا هتيجي مثلا تجيبني من شعري؟ لا طبعا يا قش، ايه اللي بتقوليه ده؟ انا اكيد ما فكرتش في كده، انا اصلا ما فكرتش في رياكشن، لان انا عارف ان مش هتعملي كده. انت كذاب يا فاروق، انت كذاب وبتشك فيها طول الوقت ومش بتثق في كلامي. عامه يا فاروق شكرا ان انت بتسهلها عليا قوي كده. اش في ايه يا اش؟ في حاجة ولا ايه؟ في حاجات كتير، انا بس جاي عشان عايزة اعرف انت عايزة ايه بالظبط. يعني ايه؟ وبعدين انت مالك مقربة مني كده ليه؟ مش انا اللي مقربة، انت اصلا اللي مقربة لحاجة ما تخصكيش. مالك يعني مش بتاعك ولا عمره هيكون ليكي، فياريت بقى تبعدي عن طريقه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الاسلوب البيئة ده؟ انت لسه ما شفتيش بيئة، امال بقى لو وريتك الوش التاني هديله 100 قلم. وبعدين على فكرة مالك ده بني ادم مستقل وليه رأيه، فمش من حقك ولا من حقي ان احنا نقول ان هو بتاع حد فينا. لو كان بتاعك ما كانش سابك. بعدين انت بتهدديني يعني ولا ايه؟ اه بهددك، وعندي مليون طريقه اندمك على افعالك. وانا ما بتهددش. مالك سابك ومش بيفكر فيكي وبيحبني وهنتجوز، واللي عندك اعمليه.